أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الوقت اللي خصصناه للتأمل في كتاب مقدس. ما هو هذا الكتاب المقدس؟ هذا اللي غادي نفكر فيه اليوم أنا والإخوة والأخوات اللي معايا، والأخت تقولي اسمها؟ الأخت دريفة. سلام المسيح معكم. شكرا. جوهرة، ربي معكم أخوتي. يوحنا، أهلا بكم والرب معكم. منير، أهلا وسهلا بكم. وأنا داود، نعم الرب معكم والرب معنا باش يقودنا جميعا في فهم كلمته، وأكثر من الفهم في الطاعة والمحبة لكلمته. ونبدأ هذا الوقت مع الأخ منير في ترنيمة يقودنا بها ويقولنا العنوان، وإحنا فرحانين نرنم معا مع الأخ منير. عنوان الترنيمة: لو لم يحبني المسيح. لو لم يحبني المسيح، نكون من أي بائعين. نكون بائعين. بائعين. لم يحبني الرب أن أكون من أشقى الناس في العالم. ويقول الرسول بولس: لو لم يقم المسيح من بين الأموات لكنا أتعس الناس. هذه الأخبار السارة المفرحة هي في الكتاب المقدس. نحب نقرأ بعض الآيات لتبين بأن الله حذر من تحريف كلمته أو تغيير أو نقصان أو زيادة فيها. اسمع معنا أش يقول في الكتاب الخامس ديال موسى اللي تسمى التثنية والأصحاح 13: باسم الرب، إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدث الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم
لكي يعلموا هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزريع من وراء بالزيغ الرب بالزيغ وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطرحكم في الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها. صحيح. آمين. صحيح. يعني غادي نشوف آية أخرى لتدل على هذا الكتاب أنه صادق ما متغيرش رغم كثرة الكلام فيه. لكن علاش الناس تقول الكتاب المقدس محرف يوحنا؟ ما رأيك؟ الناس يقولوا الكتاب المقدس محرف لأنهم كيشوفوا الكتاب المقدس ترجم لعدة لغات، ما بقاش في اللغة الأصلية اللي تكتب فيها الأولى مثل العبرية والإغريقية. إذن كيقولوا اللي ما ترجموا حرفوه حرفوه، زادوا في الكلام ونقصوا في الكلام إلى غير ذلك. ولكن لا، ما رأيك منير فيما قالوا الأخ يوحنا؟ كان دي ممكن نقطة الناس بتتكلم فيها. نعم. بس الكتاب المقدس الناس بتقول عنه محرف، مش الناس، لكن دايما الحقيقة الناس بتحب تعمل منها يعني تصنع لها صورة تاني، أو يعني زي مثلا الأموال بيكون في أموال حقيقية وفي ناس بتعمل أموال مزيفة، لكن ده بين الناس، ده بين الناس والبشر. لكن كلمة الله مش ممكن تتزور، لأن كلمة الله حقيقية. أولا كلمة الله هو يقدر يحافظ عليها، بيقول لإرميا النبي أنا ساهر على كلمتي لأجريها. هو سهران، هو مش بينام زينا، لا ينعس ولا ينام حافظك، ده الرب بيقول في المزامير لا ينعس ولا ينام، وهو سهران على كلمته. فمش ممكن تتحرف، الناس يقولوا زي ما يقولوا بس كلمة الله مش ممكن تتحرف. والرب يقول السماء تزول جوهر. والأرض تزول، وكلمة كلمة من كلمتي لا تزول. كيف صد الله الإله اللي خلق الكون يجي واحد يغيره؟ دونك لا غيرنا كلمته كأن غيرنا هو، هو الخالق. دونك هذا الكتاب نور، نور لينا ونور ليكم انتم اخوتنا. صح. امين. شكرا جوهرة. ظريفة، شي واحد يجيب لك خبر انت ما قلتيش، كيف تعتبري هذا الخبر؟ نعتبر كما قال الاخ منير هي مش الانسان، ولكن كما قلت انت نحس اني ماهيش ممكن الرد ديالي يكون شويه مضحك، لان هي كانها منافسه. هما عارفين ما عارفينش انهم جايب لهم ربي باللي كاين مشتفي ربي سبحانه، ربي اللي خلقنا، ربنا المحب، بحال ما قالت لك اللي كلامه ما كيزولش، ربي ما يغيرش رايه، ربي عنده كلمة حقيقية، هو الحق والطريق والحياة، فالحق ما كيتغيرش. الواحد كيشوف حد حق دار الحق ويجي يقول عليه حاجة، بحال ما سولتني مثلا أنا درت حاجة مليحة ويجي يقول عليه حاجة غلط، أنا نشوف بلي كيشغل خاف. خاف من إيه؟ من الحقيقة. والدليل هو عندك، لأنك والدليل هو عندي إن الكتاب أنا حق وأنت تخاف من الحق. غادي نرجع لهذه النقطة مهمة. يخاف من الحق، علاش يخاف من الحق؟ فكري على جوابك، فكري علاش يخاف. الآن نشوف الأخ منير. في كمان من البداية خالص الرب لما خلق آدم وحطه في الجنة هو وحواء، جه الشيطان أخذ كلام الله
اللي قاله الآدم، وآدم عارف كلام الله كويس، لكنه خلط الحق بكلام أكاذيب من عنده، حط كلمات أحقا قال الله كذب. فالإنسان اللي بيسمع الشيطان، الشيطان بيحط له حقيقة لكن بيحط له أكاذيب كتير. يعني عدو الله، عدو الحياة، يقدر يستعمل كلمة الله بإعوجاج ويغر بها الناس، يتكلم بواسطة أشخاص. مش كلمة الله، لكن أنا بتكلم عن أفكار الناس. أفكار الناس يعني هم يقصد يزرع في أفكارهم أن الله قال هذا. أيوة. لأنه إبليس يستعمل يستعمل كلام الله بالغش. يقول بحال اللي قال اللي حواء أحقا قال الله قولوا من جميع، يعني ما استعملش نفس الوصية، نفس الكلام اللي قاله الرب لآدم، فاستعمل الكلام بالغش. وهذا واش نقدر نقول بأن كل الناس اللي اليوم تقول الكتاب المقدس هو محرف هم تابعين هذا الأسلوب ديال الوهم وديال الغشاش؟ هو في أنواع كثير من البشر، في أنواع تنكر كلام الله والله خالص. الناس الملحدين دول بيقولوا ده ما فيش ربنا خالص ولا كلام منه. دول موضوع دول دول في أنواع من البشر كتير، وفي أنواع تانية، وفي ناس تانية بتقول الكتاب المقدس ده محرف لسبب، يعني لأسباب عندهم، إن إحنا الحق وإنتوا محرف. دي أسباب بتكون، لكن إيه الدليل إن الكتاب المقدس محرف؟ أنت مثلاً لما أجي أقول لك المال اللي في جيبك مزور، طيب لازم يكون في جيبي أنا دليل المال الحقيقي طبعاً. هات نقارن بيه نوديه لجهات مختصة ويشوفوا ده مزور وده حقيقي. لكن هو يقول لك أنت محرف، طب إيه الدليل؟ فين الأدلة إن الكتاب المقدس محرف؟ طب في أدلة كتير أثبتت ومخطوطات، وخرجت مخطوطات كتير من القرون الأولى إن الكتاب المقدس نفس النسخة بالعبري باليوناني باللغات اللي اتكتب بيها هي هي. شكرا. يوحنا. نعم. تتكلم مع شخص عادي. نعم. في الشريعة، في مقهى أو صديق، تتكلم على الكتاب المقدس ويقول لك لا الكتاب محرف، اش تقول له؟ بنقول له على حسب افكاره، على حسب عقيدته. نقول له انا اؤمن بان الكتاب المقدس حقيقي، وانه اصيل من وانه من كلام الله اوحى به للرجال الذين كتبوه. امين. إذن نعطيه ايضا اقتناعات اخرى بان الكتب والناس اللي بحثوا، العلميين بحثوا لانهم بغاو يتحققوا من الكتاب المقدس، وجدوا ان هناك وثائق قديمه موجوده نفس المكتوبة في الكتاب المقدس اللي هو عندنا حاليا. إذن نعم تفضل. إذن نقول له أن هناك كتب، يعني الناس اللي عندهم كتب ما نجبدوش اسمهم، وكيقولوا أن كتبهم هي الحقيقة. فأنا نقدر نعمل نفس الشيء كما قال أخ منير، نقارن عادة في كمان نقطة ثانية. تفضل منير. ليه الشيوعية منعت دخول الكتاب المقدس لأراضيها سنين طويلة؟ مش الشيوعية فقط، لا أنا بتكلم عن في فترة من الزمن الشيوعية. أيوة. كانت تمنع الكتاب المقدس وممنوع حد يتكلم به. طب ليه؟ لأنه في قوة الله، لأن في قوة الله، فالشيطان بيخاف
من الحقيقة. أيوة الشيوعية سقطت لكن كلام الله باقي. باقي. نعم تفضلي جوهرة. أنا هذا الكتاب اللي قرأته هذه سنين غيرني. الكلام اللي ما يغيرنيش ما هوش كلام الله. غيرني. كنت كذب وليت حق، كنت في الظلام واللي في النور. داك هذا الكلام هذا كلام حقيقي وأنا نشهد عليه أن غير حياتي وباقي تغير حياتي. دونك فيه عظمة وفيه قوة الله. في حد صح. تكلمنا على الحق، يعني الناس تخاف من الحق لأن كلام الله هو حق. صح الناس تحق. عندنا احنا عندنا احنا عندنا مثل في البلاد يقولوا يغطي الشمس بالغربال. الشمس هو ديجا الرمز، الرب هو نور. تخطي في النور بحاجة ما تقدرش عليه، راشية. فأنت مهما عملت الرب أقوى هو أعظم. مش معقول الناس يعني تخاف من الحقيقة. وكما قال الأخ اللي يجي يقول لي أنا هذا محرف ولا، نقول له هات لي الدليل. أنا نشوف أسود على أبيض دليل. أيوة عادة الإنسان العادي أول ما يقول لما يسمع هذه الكلمة الكتاب المقدس يقول محرف، وهو ما يعرف علاش يقول، لأنه يسمع فقط. الله نفسه أعطى هذه الكلمة موحى بها في الكتاب المقدس، تقول كل كلمة من الله نقية. ترس هو للمحتمين به. ويزيد يقول لا تزيد على كلمات لئلا يوبخك فتكذب. نعاود هذه الآية لأنها ممتازة عظيمة. اسمع هذه في الأمثال، أمثال سليمان الأصحاح 30 والآية 5. كل كلمة من الله نقية. آمين. ترس هو للمحتمين به. لا تزيد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. يعني هذا أمر، وغادي نشوف كذلك أمكنة أخرى فين يقول ما تزيد ولا تنقص. طبعا لأن هذا كلام الله. الترجمات هي مفيدة، لكن يترجم الحقيقة ويترجمها بكلامه، لأن كاين بعض الأماكن ما يفهموش الكلمات المستعملة في الكتاب المقدس، فيستعملوا الكلمات المعروفة عندهم، لكن المعنى يبقى هو هو، هو نفسه. باش تفسر لك مليح الحقيقة، باش لأن ضمير الإنسان، نفس الإنسان تشعر به كما قلت لما يقرأ الكتاب المقدس، يشعر بأن هذا الكتاب هو صادق، هو حق. يقدر يكون خطير لمن؟ للمرائين، للكذابة. الكذابة تماما هو خطير لهم لأنه يفضح أعمالهم. تفضلي ظريفة. هنا وأنا كنشوف في الباج في الصفحات واحد الآية تقول أقوال الرب، يعني أقوال الرب هي كلمة الرب، هي الكلمة، هي الكتاب، خالصة لا شائنة لا شائبة فيها، كالفضة المنقاة المصفات سبع مرات في بوتقة محمد. أنت يا رب تحفظ. مش معقول هذا الكلام الجميل حتى كي يزوره، ولا مش معقول الكلام الجميل هذا يكون محرف. ماشي محرف. فحتى إلى الناس تقول الكتاب المقدس محرف وفوتوه في اختبارات وفي عدة امتحانات وحرموا الناس من قراءته ومنعوا وضعهم في السجون إلى آخره، فهذا لا يعني أنه محرف. هكذا تعاملوا مع يسوع المسيح، كلمة الله في الجسد، دفعوه وسبوه وشتموه وحبروه، ويعني وفي التالي صلبوه. هو كلمة الله في الجسد. علاء كي قلت حرقوه، أنا صرات لي كنت صغيرة
كنت كل أسبوع نجيب كتاب مقدس من عند الأخوان المرسلين وغير ندخل الدار يقطعوه. علاش كانوا يخافوا؟ مع هذا يقولوا أنهم يؤمنوا بجميع الأنبياء. كانوا يخافوا كتاب صغير يخوفهم. أيوة. يعني لأن هذه أفكار موصولة عند الناس والإنسان اللي يفكر. المسيح يقول إن كان أحد من الله يسمع كلامي، لأن المسيح هو كلمة الله في الجسد. تفضل. الكتاب المقدس مش إحنا اللي بنحميه، لكن الرب يحمي كلمته، لأنه بيقول أنتم الذين بقوة الله محروسون. من لي سواك يحميني، من لي سواك يحميني، من كل شر قائم، من لي سواك يحميني، من كل شر قائم، من لي سواك يرويني، من كل نبع فائض، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء؟ كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء؟ كيف بدونك أسير في عالم بلا عزاء؟ أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. آتي إليك ضارعا فانظر إلي من علاك، آتي إليك ضارعا فانظر إلي من علاك، انظر إلي سانيدا حتى أعيش في رضاك. في كتاب الرؤيا وآخر الكتب المقدسة في الكتاب المقدس يقول: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا. تعال أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معنا. بزاف الناس يقولوا أن الكتاب المقدس محرف، غير يسمعوا هذه الكلمة هم يقفزوا، محرف كأنهم قراوه تعمقوا فيه فهموه وفتالي جبروه متناقض محرف. ومع هذا يقولوا أنهم يؤمنوا بالأنبياء اللي مذكورين في الكتاب المقدس، كما يقولوا أنهم يؤمنوا بالمسيح.
لكن علاش تقول الكتاب المقدس محرف وفي نفس الوقت تقول أنك تآمن بجميع الأنبياء المذكورين في هذا الكتاب المقدس؟ تقول أنك تآمن بالمسيح وفي نفس الوقت ما تصدقش كلامه كما جانا في الكتاب المقدس. قل الشجرة جيدة وثمرها جيد، أو الشجرة خايبة وثمرها خايب. قل الكتاب المقدس هو محرف وتحمل مسؤولتك، وما تكونش متناقض مع نفسك بحال المنافقين اللي يكذبوا على الناس وهم يزيدوا الشك فيهم. أقوال المسيح للفريسيين في الكتاب المقدس تنطبق على الناس اليوم كذلك. نقرأ هذا في الكتاب: لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. الناس تقول بأن اليهود غيروا القسم الأول اللي يتسمى العهد القديم، والنصارى غيروا القسم الثاني اللي هو العهد الجديد. لكن إذا كان اليهود هم اللي غيروا العهد القديم اللي تكلمنا على المسيح، فعلاش ما قبلوهش لما جاء عندهم؟ ونشوف من نقرأ الكتاب المقدس كل النبوات دياله تحققت في يسوع المسيح. لما يسوع المسيح جاء عند اليهود وأكد لهم، برهن لهم بأنه هو المسيح، المسيح الموعود به اللي تنبأ به الله نفسه بالروح القدس بواسطة الأنبياء وفي الشريعة ديال موسى، منين ظهر لهم اليهود رفضوه. لما تكلم لهم وورى لهم في شريعة موسى والأنبياء والمزامير بأنه هو رفضوه، ويسوع المسيح هو اللي قال لهم أنتم تدرسون الكتب لأنكم تعتقدون أنها ستهديكم إلى الحياة الأبدية، هذه الكتب تشهد لي، ولكنكم ترفضون أن تأتوا إلي لتكون لكم الحياة. يعني الإنسان كي يرفض يآمن، كما يقول واحد الكلام هنا، اللي وجدني وجد الحياة، اللي وجدني وجد الحياة، واللي يكرهني يحب الموت. يعني اللي يرفضني، اللي يرفض المسيح يحب الموت. شهادة الكتاب المقدس للمسيح تدينا إلى فجر الخليقة، حين الله نفسه قال بأن المسيح غادي يجي، المخلص يجي من نسل المرأة، وكان هذا حكم الله القدوس على إبليس اللي هو الأول اللي عوج كلام الله باش يغر والدين البشرية، كما ذكروا لنا الأخ منير وكما تحدثنا فيه. إبليس هو اللي كيغر الناس في أعماهم إلى اليوم باش ما يشوفوش نور الإنجيل المختص بمجد يسوع المسيح ابن الله المخلص. الله ما فرطش في خليقته، قبل تأسيس العالم كان موجد طريق التبرير للخلاص. طلبت من الأخ يوحنا أنك تقرأ واحد الآية في الكتاب المزامير. طيب، كلام الرب كلام نقي كفدة مصفات في بوتة الأرض ممحوسة سبعة مرات. عظيم، هذا هو كلام الله. الرب يحفظ كلامه ما يفرطش فيه، كما سمعناه من قبل، السماء والأرض يفوتوا لكن كلامي ما يفوتش أبدا. وما كاين أي نبوة اللي جات اللي هي من تفسير خاص، لأنه لم يتكلم أي نبي أبدا بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله الصديقون القديسين مساقون من الروح القدس. والمسيح قال بأنه يرسل الروح القدس لتلاميذه باش يقودهم في الحق. كلام الله هو حق، كلمة المسيح هي حق، هي روح وحياة. الكتاب المقدس هو كلمة الله. فحصه أنت، ما تبقاش جامد في هذاك الخبر الموصول لك،
من عند قال فلان عن فلان عن فلان ودانا لظلام الصحراء بعيد وتمك نضيع. الكتاب هو موجود فحصه لأنك أنت المسؤول. بهذا نوصل لنهاية هذه الحلقة. شكرا أحبائي، ونشجعك صديقنا أخونا المشاهد أن تتصل بنا بأي وسيلة تحب، ويكون لنا شرف وفرح عظيم في التعرف عليك. نقول لك مع السلامة، والرب يبارك حياتك. باسم يسوع المسيح، آمين. غاني على بابك واقف يا رب اسمع صلاتي، مولا يرزقني لعوين تحمى يا ونجاتي، مولا يرزقني لعوين تحمى يا ونجاتي. بمحبتك ضميتني قلبك يا سيدي الحنين، انت تاخذ بيدي وتفرح قلبي الحزين، انت تاخذ بيدي وتفرح قلبي الحزين. راني على بابك واقف يا رب اسمع صلاتي، ولا يرزقني لعوين تحمى يا ونجاتي.